هل من موقف صعب او غريب واجهته بقى في مهنتك على تعليقك على المباريات او حفلات مثلا او اي ايفنتس عموما؟ لو مش هنتكلم عن كم المرات اللي جالك على والدة الطفل او على صاحب العربية رقم او الحاجات الكلاسيكية الكليشيات بتاعتنا دي، في ماتش من الماتشات كان في نهائي بطولة، وفي طبعا بروتوكوليا بيبقى في يعني الفي اي بيز كبار المدعوين اللي بيكونوا مهتمين بالتسليم. فانا كان جاي لي لستة، وكان في شخص من كبار المدعوين اسمه ما كانش في اللستة. مسكت الجهاز وسألت الشخص المختص، نقول قال لك مش ضروري، وانا شايف الكاميرا على وشه فعش. لازم الاسم ده يتقال. ففي مواقف كده لازم لحظية لازم تستخدم بديهتك، لان الاسم ده لو ما كانش اتقال ما كنتش بقى قاعد معاكم هنا النهاردة مثلا. هل في مباراة معينة تتمنى تقدمها او فاتتك وكنت تتمنى جدا تكون انت متواجد فيها تاريخيا؟ داخليا اكيد ماتش مصر والكونغو، يعني في تاريخنا المعاصر ماتش مصر والكونغو اكيد. يعني برا مصر اي حد يحلم انه يعلق على اي مباراة في كاس عالم، ف هنقول ماتش مصر وهولندا طبعا كاس العالم 90 يعني.